بعدين مشعوع تدري ما يقبل بالهيمنة الأجنبية، لا يقبل الأمريكي، لا يقبل التركي، ولا يقبل الإيراني. أنا أعرفه عن قرب يعني، وياما اشتبكنا ويا ذول الدول بسبب مواقفهم الضاغطة على كراد وعلى مسعود تحديدا، أكثر من ضغطهم على جلال. يعني هذا تدري، احنا أنا ويا مسعود يعني أكو مساحات نختلف فيها. يعني برهم أكو اختلاف في قضية برهم، أنا ما أشوف أنه برهم يجب أن يعزل، يجب أن يدعم برهم. هذه العلاقة التاريخية ما قدرت تقنع السيد مسعود البرزاني بتفكيك على أقل تقدير هذه؟ والله إن شاء الله أتمكن من أرجع لبغداد، من أرجع العراق، أروح للمسعود. يعني صارت محاولات وما استجاب، ليش السيد مسعود البرزاني هذه المرة مصر على منصب رئيس الجمهورية؟ يعني هي مناكفة سياسية، طموح، عداء شخصي؟ لا، لأنه ربح منصب رئيس الجمهورية وخسارة حليف استراتيجي مكلفة دكتور. مكلفة، مكلفة العراق ككل، يعني مو بس الكراد، مكلفة العراق ككل. إيه؟ ولهذا أنا النصيحة الأولى هو أنه لا، قلت للمسعود، لك مسعود قلت لا تروح باتجاه محوري، أنت اعتبر نفسك قبل العراقيين كلهم، وأنت ترهم لكل العراقيين. وقال لي برهم، قال لي إذا مسعود يرشح لو ابنه مسرور لو أنا شيرفان، قال أنا رأسا أنسحب. رأسا اللي قال؟ اللي قال لي هذا الكلام برهم؟ برهم أي، وقتل مسعود، قتل الكلام هذا المسعود من زمان. ها. أي والله دعتك، قال لي أنا ما مستعد نهائيا أسوي شيء. يعني أي واحد من أولاد مسعود إذا رشح رئاسة الجمهورية، برهم تلقائيا يقول أنا أنسحب؟ تلقائيا ينسحب ويدعم المرشح الجديد إذا كان مسعود أو مسرورة أو نشيروان. هذا موقف برهم. شنو كان رد السيد؟ والله مو هي تدري، أكو تجارب تبنى، والتجارب هاي تبنى على مسائل بعض المواقف الشخصية اللي مسعود فسرها بشكل مو بشكل الصحيح. شلون فسرها؟ يعني فسرها انه ضدها، ضد الديمقراطية الكردستاني. وبرهم انا ما اعتقده هو بالشكل هذا، ما ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني. شنو؟ صحيح عنده اخطاء، ماكو انسان ما عنده اخطاء، بس مو يريد يوقف ضد مسعود وضد الحزب الديمقراطي. لان اللي قال لي، وانا ثلاث مرات اصالحه بينه وبين مسعود بالزمانات، يعني برهم، لان انا برهم اثق بي واحبه. شنو حقيقة هسه احنا للامانة التاريخية، شنو وجه الخلاف الحقيقي بين السيد مسعود والسيد برهم، يعني الذي وصل في هذه المرحلة إلى حد القطيعة، مع ما أنه السر اللي أنت قلت به الآن أنه السيد برهم صالح يحترم عائلة البرزاني جدا ويضحي بالمنصب فيما إذا كان أحد من هذه العائلة؟ أبداً حشاها بالعلن. ليش؟ ليش هذا الخلاف؟ ما هو إن شاء الله من أروح أقول لك وأشوفك إن شاء الله نحكي عن هناك. زين، برهم اشتغل نائب رئيس وزراء، اشتغل رئيس وزراء، اشتغل رئيس وزراء اقليم كردستان، واشتغل وزير، فعنده خبره، تمت خبراته، تمت يعني تمت، وصارت عنده خبره وكفاءه عاليه. برهم لن يتقاطع مع مسعود البرزاني، انا مسؤول عن هذا الكلام، لن يتقاطع. ومسعود يجب ان يفهم هذه الحقيقه، وانا ساحاول جهدي لفهم الاخ مسعود هذه الحقيقه. لأن أنا الحقيقة مسعود أعتبره مو بس أخ وصديق عزيز حقيقة يعني. وأنا في أسوأ المراحل ما قبلت أطيب مسعود البرزاني على بأي شكل من الأشكال، هاي بالخلاف اللي صار بينه وبين جلال بالـ94 واستمر إلى 96، اللي صار بنزاع المسلح، صار نزاع مسلح ودخل الجيش العراقي الأربيل. أنا حتى الوفاق من قالوا دين مسعود، قلت لهم لن أدين مسعود طالما بقى بي حياة، لن أدين مسعود. قلت لهم إذا قاعد بصف خدمة صدام أقول له تتآمر وياي على صدام؟ لو يقول لي إيه لو لا، إذا قال لي إيه تآمر، وإذا قال لي لا ما يروح يفتن علي. فلن أدين مسعود بأي شكل من الأشكال. هذا التاريخ، أنا أحب المسعود وأحترمه، وأحترم وطنيته، وأحترم غيرته على العراق والله العظيم، واحترم غيرته ايضا. الان تدري انا احكي بالدوس، يعني مو
مو بالتمنيات بس.